اليوم رانا حاضرين في الطبعة الرابعة لعيد التفاح لتحفظنا ولاية باتنا، لأصبح تقليد يعني وعادة حميدة كل سنة. يعني قاعدين نشوفوا تطور المنتوج من سنة لأخرى، شفنا النوعية يعني السنة هذه مركزين في الحين على النوعية، وهذا رجع أول شيء للإجراءات اللي اتخذتها السلطات العمومية والدولة في مجال حماية المنتوج الوطني. المنتوج أصبح قابل للتصدير وينافس المنتوجات منتوج تفاح في الدول الأخرى على المستوى العالمي. إحنا خاصة المنطقة الجبلية في ولاية باتنا منطقة عالية، والتفاح يحب البرد، على هذا النوعية نتاعنا ماهيش كما النوعيات اللي يجيو خارج ولاية باتنا. إحنا النوعية نتاعنا الطعم وتريزيستي، يسمى كي تتخزن بلا لي شومبر فروات تطول. وإحنا كفلاحين رانا نسعاو انه نعاونوا في الاقتصاد الوطني، قال باه ما نتعبوش نكسروا العمله الصعبه نتاعنا نجيبوا سلعه من الخارج، بغينا نوفروا للمنتوج الوطني حاجه مليحه